صباح جميل ومشرق عليكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله بانطلاقه جديده لبرنامج صباح الخير الكويت. صباح يحمل بطياته النسمات البارده ابتداء بدخول يعني او تغلب الجو لبوادر اكيد موسم الشتاء اللي كلنا منتظرينه بعد يعني صيف حار مر علينا في دوله الكويت. لكن قبل لا ندخل معكم في موضوعنا وتفاصيلنا، صبح على زميلي جاسم. هلا صباح الخير. اي والله اجواء جميله اكيد، وصبح على مشاهدين تلفزيون الكويت وحياكم الله في برنامجنا اللي ياتيكم من الساعه 8 ولغايه الساعه 10. ان شاء الله يكون عندنا مواضيع مهمه. ويا عبد الرحمن اكيد طبعا شنو بداية أسبوع جديدة وكلنا متحمسين إن شاء الله لهذا الأسبوع بنشاط وحيوية. أنا عندي تغير الجو وتغير النفسية. الله، وتغيرت النفسية يصير كل شيء العظيم. شوف أول مرة أبطل الدريشة وما بطل مكيف. أي والله صدق. والله هذا أنا كان مشوار اليوم كان يوم الجمعة طالع من السينما والساعة 2:30 صحيح. الجو طبعا كله هذا عند ابو يوسف راح نساله بس، ولكن امس كان يصادف يوم المعلم العالمي. فيا عبد الرحمن يعني شنو تذكر انت اي ثانويه اول شيء؟ انا ثانويه بيان. ثانويه بيان عبد الله الجيب. تحيه لكل المعلمين اللي موجودين واللي درسوا فيها يعني وما زالوا اكيد يدرسون ويعلمون في هذه الثانويه. وتحيه لكل معلم يعني اجتهد واعطى من وقته وحياته. 5 اكتوبر هو اليوم العالمي للمعلم. صح، واليوم لازم نوقف وقفه جاده ونوجه كلمه جميله ورائعه تقديرا لكل معلم ومعلمه. أيوة قاعد يبذلون الغالي والنفيس من وقتهم وجهدهم عشان ينقلون هذا العلم والتربيه لابنائنا. انا كنت ثانوية صالح شهاب. اي واكيد احيي هذه المدرسه واحيي كل من يدرس فيها وكل معلم. اليوم يا عبد الرحمن يعني المعلم ليومك ما ننساه. أيوة في مدرسين ما تنساهم ذاكرتك، فلهم يعني لهم كلمه طيبه، لهم يعني تعلمت منهم كثير. فالمعلم لا بصمه. من المعلمين اللي انت تذكره؟ معلم اللغه العربيه اكيد. يعني معلمين اللغه العربيه كان لهم تاثير كبير. ما ادري عشان احب اللغه العربيه انا. واكيد معلمي البدنيه، ها التربيه البدنيه. والله توني بقول معامله خاصه يعني من ما يحب لعب الكره لا لا خل مو البدنيه، حتى والطابور ترى لهم دور كبير. صدق يعني عندي من المعلمين ولد اسد بس ما يذكرني اسمه. ولكن ان صرخ خلاص طابور كله سيده. خلاص سيده ماكو ولا كلمه يعني مو مزوج. وعندك الوكيل ابو خماس الله يذكره بالخير عنده خيزرانه. بس هو بس كذي عرفت الصوت هذا بس. والله ايام يعني جميله. احنا من خلال يمكن هذه الذكريات الجميله ومتاكد ان مشاهدينا يشاركونا كذلك مثل المشاعر هذه، ان كلنا عندنا هذه الذكريات والاثر الطيب من المعلمين والمعلمات في وزاره التربيه بدوله الكويت اللي اكيد اليوم مو بس يعني نقلوا لنا هذه التجارب والمعلومات ودرسونا مناهج، لا اعطونا يعني مشاعرهم وحاسيسهم واهتمامهم. يعني انا اذكر للحين يعني كانت علاقه المعلم بالطالب ما كانت علاقة يعني عمل ودوام وانتهى، لا كانت علاقة في المرحلة الابتدائية علاقة أم وأخت وأب. يعني أكيد ترى ليومك عندي معلمين ترى أتواصل وياهم. أيوة والله. يعني فعلاقة المعلم شيء ثاني يعني صحيح ما راح تنسى. أكيد. وكلنا حافظين البيت الشعري لأحمد شوقي، قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. وبالفعل اليوم مقام المعلم مقام كبير جدا. صحيح. وهو يعني بمقام الأب والأم اليوم تربوي أي والله وتعليمي. صحيح. وكلنا أيضا شفنا اللقطات الجميلة مع بداية هذا العام الدراسي شلون المعلمين والمعلمات، أخص بالذكر المعلمات اليوم من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة الثانوية المعلمات ما يستقبلون والله الطلب. ذكرتني بعد أنا بالابتدائي بعد معلمات كانوا وكانت واحدة اسمها عفاف قبزرد. هذه بعد هم بعد بالبدنية وبعد هم نصرخت خلاص بعد وقفنا زين. مربيات فاضلات كلهم أكيد ربوا أجيال ولهم في تاريخ كل يعني شخص درس معهم. أيوة هذه الذكريات الجميلة. اليوم المعلمين تميزوا في بداية هذا العام الدراسي باستقبال الطلبة خصوصا الأطفال، ها اللي خايفين اليوم من دخول المدرسة. شوف لازم عبد الرحمن لازم الخوف بالبداية خاصة الطفل شيء جديد، شيء يعني بيقعد لك 6 ساعات تقريبا 5 ساعات في هذه المدرسة. أكيد بتطلع من أجواء البيت من اللعب إلى المدرسة. فأكيد يكون في خوف، ولكن بعدها لما يكبر يعرف هذه قيمة المدرسة وقيمة المعلم. أكيد طبعا وغيره. عندنا احنا جروب مال دفعتي مال الثانوية. جروب واتساب؟ إيه. أنت انا لا ما سويته والله. عندي جروب مال دفعه الثانويه
فحلو الواحد يتواصل ويكون طبعًا. يعني اكيد من بعد الثانوية صحيح. الواحد يروح خلاص اللي يدرس أيوة برا أيوة واللي يدرس بالجامعة او المعهد فحلو انك انت يعني تتواصل مع صحيح. دفعتك أكيد طبعا شفنا مثل هذه المبادرات الطيبة من كثير من الناس. اجيال تمر وما زلنا نشوف هذه الصور تنشر للمرحلة الثانوية صح. لزيارة ماما انيسة لهم مثلا في طفولتهم وغيرها من اللقطات جميلة ما تمحي سبحان الله اصدقاء المدرسة ما يتكررون لا ما يتكررون لهم علاقة خاصة لأن جمعتهم أكيد بيئة واحدة ساعات طويلة سنين صح. وأيام كثيرة صح. الله يدوم عليكم يا رب المحبة والتقدير وهذه رسالة شكر وتقدير لكل معلم ومعلمة قدركم على الرأس دائما ما ننسى فضلكم أبدا مهما كبرنا فشكرا معلمي وشكرا لكل شخص ساهم في إنشاء هذا الجيل. عبد الرحمن عيل نشوف فقراتنا في هذا البرنامج نرجع لكم